وبنقول انه طبعا السوشيال ميديا والانترنت بشكل عام هو طفره عصريه للمعرفه والثقافه، وبالتاكيد دلوقتي هو جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه في جميع المراحل العمريه، بدايه يمكن من مرحله الطفوله مرورا بمرحله البراعم المراهقه، بنستعمله طبعا في الشغل اونلاين، في الابحاث العلميه. يعني الانترنت دلوقتي يعني بقى جزء لا يتجزا من حياتنا في جميع المجالات، ولكن زي ما دايما بنقول كل موضوع او كل امر له ايجابياته وله سلبياته. نحاول نركز على الايجابيات ونتعامل معاها ونستفيد منها وندعمها ونطورها بطرق مختلفه، ونحاول نبعد تماما عن السلبيات. للحديث عن ايجابيات وسلبيات السوشيال ميديا في هذا اللقاء بيشرفنا وبيسعدنا الدكتور احمد عشماوي، استاذ بجامعه الازهر. اهلا بحضرتك معنا يا دكتور، شرفتنا ونورتنا. اهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب وبالصحه والسلامه. دكتور احمد، السوشيال ميديا والانترنت طبعا ليها ايجابيات كثيره وليها سلبيات كثيره، نلقي الضوء كده بشكل سريع من وجهه نظر حضرتك اهم ايجابيات السوشيال ميديا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعدها ثم أما بعد. الإنترنت هو اختراع يعتبر هو أهم اختراع في القرن العشرين، لأن احنا بقالنا فترة فيه يعني. طبعا هو وسيلة عظمى للتلاقي والتعارف وتلاقح المعلومات. وعلى هذا احنا وجدنا فيه طفرة كبيرة جدا في هذا الأمر أفادت البشرية، لا ننكر ذلك يعني. صحيح. يعني أنا أذكر سنة 98 أنا كنت بحضر الماجستير، فكنت بدور على معلومات مش لاقيها في الكتب. فكان الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هذه المعلومات الإنترنت، وكنت بدفع مثلا عن الورقة الواحدة 20 جنيه، كان في الوقت ده 20 جنيه كان مبلغ كبير. في سنة 98. فطبعا دلوقتي الحمد لله الأمر بقى في سعة، وكل إنسان متاح له أن يستخدم الإنترنت. الإنترنت أو السوشيال ميديا بصفة عامة عامل بالضبط زي السكينة. السكينة تقدر تستخدميها في الخير وتقدر تستخدميها في الشر. صحيح. والإنسان الذكي، الإنسان النبيه، هو الذي يستوعب كل ما حوله من معلومات سواء كانت خير أو كانت شر. في شعر بيقول إيه؟ عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. يعني ممكن كل واحد عنده مثلا درايه بالشر، مش شرط انه يعمله، ولكن علشان ياخذ حذره منه. وفي القران الكريم يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم، فكل انسان لابد ان هو ينتبه جيدا لمن حوله. وفي هدي حضره النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن. ايوه صحيح. يعني هو يعني يكون انسان له وقع في الحياه. المشكله عندنا في الدول العربيه من خلال السوشيال ميديا مصيبه كبيره جدا، يعني ان هم لم يكونوا اصحاب هذا الاختراع، واتى اليهم هذا الاختراع ولم يكن عندهم لقاح كافي للتعامل مع هذا الامر. ايوه. فاصبح عندهم شيء من يعني عدم الاتزان. زي مثلا الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود، ما كانش على ايامه نت ولا حاجه يعني. بيقول يعني احنا بنشوف علوم الغرب وثقافتهم وادبهم، سيبنا كل حاجه عندهم وكان احنا اعجبنا بالحمام بس. يعني تخيل واحد يعجب يشوف قصر يعجب به لكن يختار منه الحمام. فهذا أمر خطأ في التعامل مع الأمور، لابد أن احنا نسمن الأمور حق تسمينها، نأخذ ما يصلح. صحيح. وفي القرآن برضو ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. يعني الإنسان لابد أن هو يتعلم الشيء النافع. صحيح. إنما الشيء الضار ده هذا من الأمور يعني التي تخرج عن المقصود. طيب اسمح لي دكتور احمد نتوقف ثواني. يمكن من قبل الكورونا طبعا واحنا عارفين مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه وبنتعامل معاها، لكن اعتقد في فتره الكورونا يعني ويمكن
استمرت بقى ليها جزء كبير جدا وأهمية كبيرة جدا في حياتنا وفي التواصل. بقينا نستسهل، حتى اللي ما كانش معتاد على التعامل مع السوشيال ميديا في فترة الكورونا اتعود عليها وبدأ يتعامل معها. لو اتكلمنا على أطفالنا مثلا، خلينا ناخدها كده مرحلة مرحلة. يعني طبعا يمكن علماء النفس قالوا من الخطر جدا أن الطفل من 6 سنين أو 8 سنين يتعامل بكثرة مع السوشيال ميديا. طيب دايما بنقول الوقاية خير من العلاج. ايه الامور اللي نوفرها لاطفالنا بحيث ان احنا شويه نبعدهم عن السوشيال ميديا لغايه ما يبداوا يبقى عندهم كامل الوعي وكامل الادراك وان هم يتعاملوا مع ايجابياتها ويبعدوا عن سلبياتها؟ نعم، هو في الحقيقه احنا علينا عبء كبير جدا في توجيه النشء القادم او الجديد في هذا الامر. يعني تمام، الاطفال دول امتدادنا ودول نسلنا ودول أمانة كمان، المستقبل بتاعنا. دول حملة غاية من بعدنا، وبالتالي الحديث واضح، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الانترنت او السوشيال ميديا زي ما فيه نفع، بس يعني يمكن انا بستخدم دايما العبارة بتاعت القرآن الكريم واسمهما اكبر من نفعهما. يعني فيه اسم وفيه نفع، لكن اسمه أكبر من نفعه. فإزاي بقى يعني نحاذر بأولادنا وننحيهم المخاطر؟ أول حاجة لابد إن احنا نعرف إن الإنترنت ده هو وسيلة وليست هدف، وليس الإنترنت هو اليوم الكامل للإنسان. وبالتالي لابد إن الأولاد يعيشوا حياة طبيعية زي ما احنا عشناها في الماضي. يعني نعرف مثلا التعارف والتوادد الجسدي والمعنوي، فإحنا نقعد مع بعضنا. إنما دلوقتي تيجي تقول مثلا الأب يشيل الموبايل بتاعه وينشغل بالفيسبوك أو الإنترنت، الأم كذلك. يبقى إذا كان رب البيت بيضف ضاربا فشيمة أهل البيت رخصوا. يعني مش معقول الأطفال لما يلاقوا الأب والأم منشغلين هم اللي هيسكتهم. يبقى لابد الأب والأم إن هم ينبهوا الأولاد على قضية هامة، وإن الفيسبوك ده وسيلة لأخذ المعلومات، وإن العالم اللي عليه عالم افتراضي. قد يكون صادق وقد يكون كاذب. صحيح. وبالتالي بعض نحذرهم من مغبة الاستغلال والابتزاز الذي يحدث عن طريق الإنترنت. يعني مثلا كنا في الماضي نسمع ان مثلا شويه شباب خطفوا بنت، ده دلوقتي ممكن بنات يخطفوا ولد. يعني في بعض الاكاذيب وبعض الشائعات ممكن تكون موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي، نتحقق من نعم الأخبار. الشراك والفخاخ بقى يحدث في هذا الامر من كل الاطراف. والنتيجه عدم تربيه، النتيجه عدم تاهيل، انحرافات. طيب اسمح لي يا دكتور احمد، واحنا بنتكلم عن الاطفال اعتقد ان احنا نوفر لاولادنا البديل، يعني نوفر لهم مثلا ان هم لازم كل طفل يشترك في لعبه رياضيه معينه، سواء العاب جماعيه زي مثلا كره القدم، سواء العاب فرديه. يعني مهم جدا ان احنا برضو نخلي اولادنا يمارسوا الرياضه بانتظام. اعتقد ممارسه الرياضه ومحاوله تحقيق بطولات والحصول على بطولات، واحنا شايفين ما شاء الله يعني مصر من خلال منتخباتنا بتحصل على بطولات عالميه، فاعتقد ده جانب مهم يعني برضو لا نغفله. هو في الحقيقه عالم السوشيال ميديا ده بيجيب حاجة اسمها ايه؟ عزلة وانفرادية. ايوه بالظبط. فالأسرة مش عايزينها العزلة دي. أيوة. ده مرض نفسي. العزلة والانفرادية دي تجيب اكتئاب على طول، تخش في دوامة نفسية. الأسرة عليها عامل ان هي توزع طاقات الطفل والشباب. صحيح. يبقى اذا كان كل حاجة متقسمة كده بقى ايه، في جزء اللي قعد مع بابا وماما، في جزء الجد وجزء العمته وجزء الخالته، التوادل، الرياضة. يعني ما نسيبش الأولاد لوحدهم، لأنه كما يقولون إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ممنوع أن ولد أو بنت يقفلوا عليهم الباب مسافات طويلة في الغرفة. لابد كل شوية الأب والأم يطمنوا عليهم. هذه واحدة. الثانية، لابد من الصداقة بين الأب والأولاد والأم والأولاد. صحيح. يعني حتى في التوجيهات النبوية، وأنا أستاذ يعني الدراسات الإسلامية، يعني ده تخصصي. فتوجيه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لعبه سبعا
وأدفه سبعا ثم صاحبه بعد ذلك. صحيح صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا عندنا أول 7 سنين للتهذيب وللتربية والتدليل، وإنما السبعة التانيين التأديب. يعني لو غلط، لو غلط نضرب على ايدك ده غلط. بعد 14 سنة تبتدي بقى الفترة اللي هي بقى فترة المراهقة والشباب، لابد من المصاحبة. يعني مثلا في أخطاء كثيرة، وأنا راجل بتجيلي يعني مثلا بعض المشكلات، في بنات في سن الشباب بيكلموني عن مشكلاتهم أولاد، فبلاقي في عامل مشترك كبير جدا في مشاكلهم إن الأسرة لم تقم بواجبها. يعني مثلا هي انكسفت تقول لي مامتها عن مشكلة حصلتها، مامتها مش قادرة تقرب بينها، مش ما فيش بينهم ود. صحيح صحيح. والقرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة. الأولاد هم المودة والرحمة، وهم أصحاب الود في يعني أطراف الود في الأسرة. فبالتالي الأب يعرف يتفهم مشكلة الشباب، لأنه كان شاب في يوم من الأيام. صحيح. وكان مراهق في يوم من الأيام. فعليه إن هو يعمل عملية توعية للشباب عنده. الأم كذلك تعمل عملية توعية للبنات. التنصيح، يعني التنصيح يعني بمعنى إن إحنا ندي خبراتنا لأولادنا. صحيح. خبراتنا. صحيح. اللي إحنا استقيناها بعد 40 سنة 50 سنة من من ميلادنا، نديها الأولاد في جرعة أو كبسولة بسيطة جدا يعني. يبقى ده بنعمل بنعمل إن إحنا بنعمل عملية وقاية تحصين. الأصل بقى في كل هذه الأشياء التربية والأدب. عشان كده مثلا احنا بنحكم مثلا على سلوك الإنسان بأن هو ابن بيئته، يقولون الإنسان وليد البيئة. صحيح. فإذا انحرف في تصرفاته فيقولوا أصله ما ترباش، لو كان أب وأم ربوه ما كانش عمل كذا. لو كان مستقيم في حياته ونعمة تربية، يبقى الإنسان وليد البيئة. فما يجيش الأب أو الأم يخلفهم ويرمم الأولاد للسوشيال ميديا وبعد كده إيه اللي بيحصل. لا، اللي بيحصل إن في غياب كامل للأسرة عن التربية. هو أصبح دلوقتي كمان في عبء كبير على الأسرة المصرية دكتور أحمد. حضرتك، لأنه برضو مش الأب والأم لوحدهم اللي بيربوا، إحنا عندنا عوامل كتيرة جدا مؤثرة في تربية أولادنا. ولكن طبعا لازم، يعني أنا متفقة مع حضرتك تماما، لازم الأب والأم هم المسؤولين عن تربية الولاد، حتى مسؤولين عن هذه العوامل اللي بتدخل في التربية، أو يعني بتبقى ليها دور كبير في تربية أولادنا. ولكن إحنا برضو كأبهات وأمهات أولياء أمور مسؤولين إن إحنا نحاول نحد من هذه العوامل بقدر الإمكان. طيب، نقطة برضو مهمة يا دكتور، علشان وقتنا، الشائعات والأكاذيب، وإحنا اتكلمنا كتير جدا الحقيقة عنها في الفترات السابقة، لكن لغاية دلوقتي للأسف في البعض بيقرأ أي خبر كده على السوشيال ميديا، على أي موقع، ولا يتحقق من أصل الخبر. ده أمر برضو مهم جدا إن إحنا لا ننساق وراء أي خبر. إحنا بنقرأ أخبار كتير عن لا قدر الله وفاة فنانين، عن مثلا قرار بتتخذه الدولة، وتكون كلها قرارات خاطئة وشائعات وأكاذيب. عايزين نلقي الضوء برضو، لا ننشر مثل هذه الشائعات والأكاذيب. لا، هو في الحقيقة إحنا قلنا إن عالم النت والسوشيال ميديا ده عالم افتراضي. وبعدين المفروض فيه إن هو لا يصدق إلا بدليل. يعني مش المتهم بريء حتى تثبت انتوا، لا، ده السوشيال ميديا بالذات لا يصدق الا بدليل. فمثلا يجي مثلا حد يقول ده كان قريب، يعني الله يرحمها جيهان السادات مات، ده ميتها من كام سنه، اشمعنى دلوقتي يعني، والناس تنشر بلا وعي وكده، بدون تحقق وبدون تبين للامور. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. صحيح. وفي قراءه ثانيه فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فصدقيني يا استاذه حنان ان العالم الغربي بيتآمر على العالم الإسلامي دلوقتي من خلال السوشيال ميديا. يعني قادرين على إن هم يهدموا دول كاملة بسبب الشائعات والأخبار. صحيح. بالذات ضرب مثلا القدوة والحكام والزعماء ومش عارف ايه. يعني ثورات الربيع العربي اللي حصلت كلها، اسألي الشعوب انتوا ايه رأيكم بعد كم سنة كده، يقولك والله يا ريتنا ما عملنا الثورات دي، أخرتنا اقتصاديا ودمرتنا كل حاجة. يبقى احنا لابد أن نتثبت. ربنا صحيح. بيقول صحيح. ولا تقف ما ليس لك به علم.
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. يعني إحنا هننسئل عن اللايك والتعليق الكومنت والشير والحاجات دي. صحيح. لازم ان احنا اي خبر نشوفه لازم نتحقق منه، لانه ده فعلا امر مهم جدا جدا. وزي ما بقول لحضرتك اتكلمنا وهنتكلم وهنأكد عليه، اي خبر او اي حاجة يا جماعة نقراها على السوشيال ميديا ما نعملهاش عملية نشر او شير زي ما دكتور احمد بيقول واحنا مش متحققين منها، لا، لانه كمان الجهات الاعلامية والمواقع الرسمية دي مواقع بتبقى معروفة، ولكن الأمور العامة كده والأمور المفتوحة دي قد تكون صادقة وبنسبة كبيرة جدا بتبقى كمان فيها أكاذيب. أنا رأيي يا أستاذ حنان في الموضوع ده أن الدولة غير مهتمة بهذه الحيثية، مع ان هي اهم حيثيه في استقرار الشعوب. يعني المفروض الدوله تعمل دورات مكثفه لتوعيه الشباب ضد اخطار السوشيال ميديا. بس في يا دكتور احمد موجوده دلوقتي هذه الدورات، واحنا من خلال الاعلام كمان في منصات اعلاميه كثيره بتتكلم عن هذا الموضوع. لا تكفي، احنا عندنا دلوقتي في ناس بيوثقوا سوقا كده مش عارفين الحقيقه، يبقى لابد من خلال الاعلام ومن خلال دورات تدريبيه في مراكز الشباب. واسمح لي كمان حضرتك، في الهيئه العامه للاستعلامات دلوقتي التابعه لمجلس الوزراء بتطلع على طول بتكذب اي اخبار او شائعات بتطلع، يعني في الخبر وبيبقى في جنبه انه دي شائعه وان دي اكذوبه والخبر الصحيح بتاع كذا. فالحقيقه يعني في ناس على طول احنا بنتكلم بتواجه هذه الاكاذيب. بنتكلم على عامه الشعب في طبقات مثقفه. حضرتك بتتكلم على الوعي بشكل عام في طبعا الشعب المصري. في طبقات عامه كثيرة جدا عامية، هذه الطبقات لابد أن يصل إليها هذا الوعي. وبعدين لابد من يعني مراقبة جيدة للسوشيال ميديا. إلى الآن يعني في كثير اللي يروح مثلا مباحث الإنترنت اللي بيشتكي من ابتزاز أو أخبار كاذبة أو تشويه صورة بتاع، يعني قضايا بالملايين. يعني يبقى لابد من يعني تخصيص جهاز كامل من الدولة لهذا الأمر بالذات. يكون في يعني هو طبعا كل التحية والتقدير لمباحث الإنترنت أيضا عاملة مجهود كبير، مش ملاحقة. والأمور صعبة جدا اللي طبعاً. هي التوصل مثلا طبعاً. لصاحب موقع معين أو بس طبعاً. حصلت يا فندم وبقى في قضايا وبقى فيه دلوقتي يعني عقوبات رائعة. جهدهم مشكور طبعا. لكن الأمر فيه يعني بلاء كثير، ولابد من يعني مواجهة كبيرة جدا وأعداد كبيرة من المتخصصين في الإنترنت لضبط الثقافة العامة. يعني احنا شفنا فعلا قضايا كتير وشفنا اتهامات وجهت لناس وتم صدور أحكام فيها في قضايا الإنترنت دي، لأن قانون الإنترنت ومباحث الإنترنت كمان دلوقتي قايمة بدور كبير وأصبحت قوانين رادعة، يعني لأن الحقيقة بتسبب فيه تشويه سمعة ناس كتير حرام يعني. طيب أخيرا في ختام لقائنا دكتور أحمد، نصيحة حضرتك إيه كده بشكل عام، وإحنا لسه دلوقتي كمان ده الذكاء الاصطناعي هيبدأ ينتشر أكتر وأكتر وهيبدأ يتقدم ويتطور جداً. ويمكن إحنا لسه بنتكلم عن الذكاء الاصطناعي، لكن في السنوات القادمة أيضا هيبقى جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فلازم نكون مستعدين ومؤهلين إن إحنا نتعامل مع هذا التطور وهذه التكنولوجيا الحديثة بشكل واعي. نعم، هو أول حاجة القلب لازم أن يكون فيه نور. وخير النور هو نور الله. صحيح. قبل ما تمسك ابنك الموبايل والإنترنت حفظه القرآن، لأن من خلال هذا القرآن سيكون بارا بوالديه وبارا بمجتمعه وعنده انتماء لوطنه. إنما قلب ليس فيه قرآن وليس فيه علم وليس فيه نور. حتى أخواننا المسيحيين، يعني أنا لي أصدقاء أساوسة بيشتكوا من هذا الأمر، تغير الأجيال وتغير وتمرد الشباب عليهم. يبقى لابد من مجابهة هذا الأمر بأن يعني التثقيف الديني. صحيح. وتنمية. صحيح. الروح الدينية. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحيي دينه. يبقى لابد إن احنا يعني نعمل نقوي الجانب الديني عند أولادنا، نعمل تنمية دينية ووزع ديني في داخل، لأن الدين هو الذي يحكم.
هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. إنسان عنده دين هيخاف ربنا، ما عندوش دين لو عملت له إيه؟ وبالتالي الدين هو الذي يسيطر على تصرفات الناس كلها. هذه واحدة. الثانية، لابد من مراقبة الأسرة وتثقيف الأسرة كي يتعلموا كيف يتصرفون مع أولادهم. لابد للأسرة من مراقبة أولادهم. لابد ما كل شيء يطلب يجاد. لابد يعني قسى ليزدجروا، قسى ليزدجروا، ومن يكن حازما فليقص أحيانا على من يرحم. لابد من المتابعة، ثم المتابعة نعم معين. ثم المتابعة ثم بعد ذلك قضية التعايش الكلامي والمواجهة الكلامية مع الأب والأم والأولاد مع الشباب، ده بيخلق حالة نقاش. من خلال النقاش الجيل الصاعد بيتعلم يميز الخبيث من الطيب، الحوار البناء والحوار الإيجابي والحوار الهادف بين كل أفراد الأسرة، ده أمر مهم. ثم بعد ذلك التربية والتعليم، المدارس أكيد. لابد أن يكون فيها محاضرات عامة في مثل هذا الأمر. صحيح. عموما دكتور أحمد عشماوي، بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء القيم، وبنتمنى الرسائل تكون وصلت لكل المجتمع المصري، وفعلا لازم تضافر كل الجهود علشان بإذن الله يعني أبنائنا نشوفهم كده في المستقبل شباب جميل ويقودوا الوطن إلى الأمام دائما بإذن الله. شرفتنا ونورتنا يا فندم. شكرا لحضرتك دكتور أحمد. شكرا يا أستاذة. شكرا لمعاليك. مشاهدينا الكرام، وصلنا لختام حلقتنا النهاردة، بنتمنى تكون كل الفقرات نالت إعجابكم ورضاكم. انتظرونا بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد وحلقة جديدة، ودايما بنصبح عليك.